وعلى هامش أعمال القمة الإسلامية بيغام يلتقى شكري وزير خارجية بنغلاديش حسان محمود حيث بحث مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى ترفيع العلاقات عن طريق تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات وابدى شكر اهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع اقامه المشروعات المشتركه بالمناطق الاقتصاديه الحره بمصر كما تبادل الوزيران الرؤى ازاء عدد من القضايا الاقليميه والدوليه وفي مقدمتها الاوضاع في غزه وجهود مصر لحلحله الازمه فضلا عن التوترات في اقليم البحر الاحمر وتداعياتها على حركه الملاحه والتجاره الدوليين، واتفقا على مواصله التشاور للحفاظ على وتيره التواصل بين الجانبين وتنسيق المواقف حيال القضايا الاقليميه والدوليه المشتركه.